يعني هل ترى بأن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 هي الخيار ربما نقول الأخير وخط الدفاع أمام هذه الأطماع التوسعية الإسرائيلية، وهذا ما يتطلب جهود فلسطينية وعربية وإسلامية أيضا؟ هذا الكيان الصهيوني لن يقبل بقيام دولة على حدود 67. خطة القرن التي أو صفقة القرن التي تحدث عنها ترامب قبل ذلك ومضاها في عهده لا تترك للفلسطينيين شيئا في الضفة الغربية. الواقع اليوم في الضفة الغربية لا يمكن أحد من إقامة الدولة. نحن نتحدث عن مستوطنات تتوسع بشكل لحظي، يعني كل ثانية هناك مزيد من المستوطنات تبنى على الأرض. هناك مئات الحواجز، قرابة 1000 حاجز في الضفة المحتلة تسيطر على حركة المواطنين الفلسطينيين. هناك المستوطنات التي تحاصر القرى وتحاصر البلدات الفلسطينية وصولا إلى حالة إلى مرحلة ستصبح فيها كل بلدة أو مدينة أو قرية محاطة بسور من المستوطنات ولها بوابة يتحكم فيها جندي يقبع في ثكنة عسكرية أو في حصن عسكري على باب هذه المدينة يفتح لمن شاء ويقتل من شاء ويمنع من شاء. بالتالي هذه الفكرة، فكرة إقامة الدولة على حدود 67 لم تعد متاحة. الفلسطيني اليوم أمام خيار واحد ووحيد، وهو أن يقاوم هذا الاحتلال حتى إزالته تماما وصولا إلى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر. هذا الاحتلال يرى في غزة البقعة الصغيرة التي تمثل 1.5% من مساحة فلسطين شكلت عليه خطرا وجوديا، وهو يحارب منذ سنة كاملة من أجل إزالة هذا الخطر الوجودي ولم ينجح حتى هذه اللحظة. فكيف يمكن أن يسمح بإقامة الدولة على حدود 67 بما يزيد عن أكثر من 20% من الأراضي الفلسطينية، ولن يسمح بهذا بأي شكل من الأشكال، خاصة أن الضفة المحتلة تمثل نقطة ضعف خطيرة لهذا الكيان الصهيوني، لأنها تقع مثل القبضة في داخل فلسطين المحتلة وتشرف مناطق مرتفعة على ما يسمى بغوش دان، التجمع الصهيوني الأكبر في داخل فلسطين المحتلة والذي يمكن من خلال الضفة الانقباض عليه بكل سهولة. وبالتالي هذا الكيان لن يقبل بإقامة الدولة على حدود 67 ولن يقبل بأي وجود فلسطيني، وسيواصل الضغط على الفلسطينيين. يعني أنا هنا أود أن أسأل سؤال، هذا الكيان الصهيوني يحاصر غزة منذ 2007، يعني على مدار 17 عاما قبل 7 أكتوبر، لماذا كان يحاصر غزة؟ ولماذا كان يصر على عقاب الفلسطينيين؟ أقول لك شيئا، حتى ما يتحدث عنه الناس من أن هذا الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة، اليوم أنا ما أرى أن هذا الاحتلال يريد قتل الفلسطينيين داخل قطاع غزة، يريد إبادة الفلسطينيين داخل قطاع غزة، يريد تجويع الفلسطينيين، يريد تحطيم إرادتهم أكثر مما يريد أن يهجرهم. ربما يهجرهم من الشمال إلى الجنوب، لكن هو في النهاية يخشى حتى إذا خرجوا من حدود قطاع غزة أن يشكلوا خطرا عليه، وبالتالي هو متردد في هذه الخطوة ويسعى لقتلهم وكسر إرادتهم بكل ما يستطيع من قوة من خلال السلوك العدواني الذي نراه في هذه الحرب الإجرامية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم، إذا أشكرك جزيلا في ختام هذه الحلقة الدكتور سليمان أبو ستة الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة من برنامج مسلمون حول العالم، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء بحول الله.